خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 29 مارس و7 رمضان. لو بنتكلم على أيام الشهر الكريم، فأهم ما يميز هذا الشهر الكريم تحديدا هو تبادل الزيارات وصلة الرحم ما بين بقى سواء كان الأقارب والأهل أو الأصدقاء كمان. لكن سؤالنا النهاردة بيقول، لو أنتوا معزومين على الفطار، فحضراتكم من الناس اللي بتروح بدري العزومة ولا بتحاول توصل قبل أذان المغرب بشوية أو شويتين؟ وقبل ما أقول أنا بعمل إيه، أسأل منا الأول بتعمل إيه؟ والله أنا بحب أوصل على المغرب أو بعد المغرب كمان بدقيقتين ثلاثة أربعة خمسة. بعد المغرب. وأحب لو حد جاي لي يعني برضو. السؤال بتروح على الأذان ولا قبل؟ فأنت لا بتروحي بعد. أجاوب بحقيقي ولا أجاوب بحق ربنا ولا أختار من المتعدد؟ لا طبعا قولي. طيب أنا قلت الإجابة اللي بعملها. وبحب كمان لو الناس جاية لي تيجي على الفطار بالظبط أو تيجي بعدها. قبل الفطار يا عبد الصمد بتبقى الساعة ضيقة كده باللغة الدرجة، الناس بتبقى كلها ضيقة، احنا بنبقى بنجري حوالين بعض، عايزين كل حاجة بتبقى بيرفكت، عايزين كل العزومة تبقى ما حصلتش، عايزين نرحب بالناس ونبقى عارفين نستقبلهم ونبقى عارفين ناخد بالنا منهم ونقول لهم أهلا وسهلا بيكم ونحط لهم أكل كويس ونبقى واخدين بالنا للأطفال ليهم مكان محدد يبقوا عارفين يتحركوا فيه، ما نبقاش قاعدين مقيدينهم وفي نفس الوقت مش خايفين على حاجتنا وفازاتنا وحاجتنا. فلا ده ما بيبقاش مهما حاولت إنك تخلص حالك بدري، لا ما بتلحقش تخلص قبل الفطار. فلو وصلت على الفطار او بعد الفطار بخمس دقايق انا بشوف ان ده افضل بكتير من ان انا اوصل بدري. لا والله. اه والله انا مختلف تماما بقى. توصل بدري؟ انا حسب الشخص اللي انا رايح له. يعني لو الشخص اللي انا رايح له هو قريب قوي مني بزياده، فبحب ان انا اروح بدري علشان خاطر ان انا اساعد في تحضير مثلا ان احنا نفرش السفره نهيئ. اه والله ده حقيقي بيحصل. بزمت. لا 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 ما تقلقيش، انا بحب اعمل الحاجات دي قوي. عملتها عند مين؟ كتير. ليه؟ صحابي. لا 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 لا، اي حد من اصدقائي المقربين اللي هو الكلوز فريند ليا. السفره بنعملها من قبلها بيوم، بنشيل السفره وبننظف السفره وبنحط السفره بتاعت اليوم. هي ماشي، بس حط السفره بتحطوا الاكل قبلها بيوم؟ لا لا مش بنحط الاكل، بس يعني انا بروح اللي هي الساعه البدري دي عشان اساعد، عارفه اللي هو ايه، يبقى اسمي موجود حتى على الاقل يعني. لكن يمكن منا وهي بتقول حاجه، قالت اللي احنا ايه بنجري حوالين نفسنا في الساعه اللي قبل الفطار، وفي حقيقه الامر هي الساعه اللي قبل الفطار دي انا بلاحظ ان الجري حوالين نفسنا ما بيكونش فقط داخل البيوت، لان للاسف في كتير قوي وكأن خلاص نهاية العالم، أنا لازم أجري عشان ألحق أوصل وقت أذان المغرب تحديدا، فبنلاقي حالة من حالات السرعة الشديدة في الطرق، ويمكن ده يعني لا قدر الله لا قدر الله بيؤدي لوقوع عدد من الحوادث بعد كده. خلاص انت لو انت مستعجل كده بقول لهم، هو ده انا بكلم، لو انت لو انت مستعجل او انت يعني عاوز توصل في ميعادك انزل بدري شويه، لكن ما بقاش انا نازل متاخر او اتاخر، ما فيش مشكله، هتلاقي الزحمه خلصت. لا لا هتلاقي الزحمه خلصت فهتوصل في الناس كلها قاعده بتفطر، فانت هتمشي سيد الشارع براحتك. في خطه موضوع بالظبط. لكن انا بالنسبه لي الموضوع منه بحب ان انا لو الشخص هو قريب ليا بحب ان انا اروح بدري نص ساعه تلت ساعه، يعني مش بعيد قوي، اه يعني ساعه بالكثير قوي. لا 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 تعيش كده. لكن فكره ان انا معزوم، يعني انا النهارده معزوم هتلاقيني اون تايم، يعني انا رايح على الميعاد. لا حقيقه انا النهارده معزوم فعلا، كلميني هتلاقيني الا مثلا والمغرب بيأذن انا طالع على السلم خلاص بقى رايح له. لا انا رايح لهم خلاص ما فيش مشكله. ليه؟
قرايبي بعيد شويه فخلاص مش مشكله يعني. لو انا وصلت في معادي بالظبط بحس ان انا لو انا رحت بدري زي انت ما بتقولي بيبقى الوقت فيه ربكه فبعمل حرج للناس اللي انا رايح لهم اكتر من اللي انا نوع من انواع بالظبط بيبقى فيها نوع من انواع الحرج بصراحه. فبحب لا انا اروح في معادي بالظبط ولا مني اللي انا عطلت الشخص عن الفطار ولا مني اللي انا رحت بدري فسببت له نوع من انواع الحرج. لان ست البيت او رب المنزل بيكونوا هما الاثنين على فكره بيساعدوا بعض في تحضير السفره فمش هيبقوا فاضيين اللي هو يقعد معاكي ولا يقف يساعد مراته ولا فلا خلاص انا بعفيك من الحرج. نسيب السفره في حالها. مش عارفه ليه كل الناس عايزه تساعد سيبوا السفره في حالها يا جماعه. اكيد منا فالكل عاوز يساعد برضه. نساعد بعد ما نخلص. طيب. شيلوا السفره. على اي حال دي اجابتي انا وانت لكن اكيد اجابه الساده المشاهدين هنشوف فيها يعني كتير من الاختلاف. انا واثق في ده يعني تحديدا لان احنا كمصريين دايما بنحب اللي احنا نبهر الكل باجاباتنا المختلفه يعني. فهننتظر اجاباتكم على سؤالنا النهارده اللي بيقول لو معزوم على الفطار بتحب تروح بدري ولا بتحاول توصل قبل اذان المغرب بشويه. ده سؤالنا اللي بتروح على صفحاتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الخاصه ببرنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. لما بتبقى معزوم على الفطار يا ترى بتوصل على الميعاد بالظبط ولا بتروح قبلها بشويه؟ ده سؤالنا النهارده. وخلينا نروح على طول لهاله نعرف منها اجابتها على السؤال وكمان نتعرف معاها على حاجات كتير مرور وطقس وحاجات كتير مختلفه على مدار الحلقه. هاله صباح الفل عليكي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا عبد الصمد. ايه الاخبار؟ احنا تمام. قولي لي بقى انت لما بتروحي عزومه بتوصلي على المغرب ولا قبل المغرب؟ عاده بحاول اوصل قبل المغرب كده بعشر دقائق يعني على قد ما اقدر بس يعني اساعد صحابي. العصايه من النص يعني ولا احاول اساعد صحابي كده لان بتبقى دربكه بتبقى هي مثلا واقفه بتسخن في المطبخ ولسه في مشروبات وحاجات صحيح. لازم تطلع على الترابيزه فما تبقاش حاسه انها لوحدها. فعاده احنا بنروح بنساعد بعض ال10 دقائق اللي قبل الفطار او ال10 دقائق ربع ساعه اللي قبل الفطار. وكأن ال10 دقائق دول هيفرقوا يعني هيفرقوا لانه يعني بتحس انها مرتاحه يعني اصلا ما تبقى رايحه جايه بتسخن حاجات وبتودي حاجات على الترابيزه وفي ناس بتدخل وبتاع بتبقى الدنيا دربكه شويه فعلا. ف يعني على الاقل على اي حال هي وجهات نظر يعني. هي وجهات نظر بس خلينا انا اتعودت اعمل كده مع صحابي بس يعني لدرجه ان انا كنت في السنين اللي فاتت متعوده اروح متاخر شويه يعني ساعات بعد كمان بعد الاذان الاقي صحابي بيكلموني بياكدوا لا انت فين انت فين كل شويه انت فين. طيب طمنينا على المرور بقى بما ان يعني كتير من الساده المشاهدين دلوقتي بيستعدوا اللي هم ينزلوا للنزول. علشان الشغل صحيح قول لنا المرور. شكرا يا عبد الصمد. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدا جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه وغير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره وهتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. بتظهر بعض الكثافات المروريه اعلى الدائري في منطقه السلام بداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. نفس الامر للمتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزه هنلاقي برضو في مناطق التجمع وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزه. في كثافات مرورية على محور 26 يوليو للي قادم من أكتوبر وبتستمر حتى ميدان لبنان. ناخد بالنا أن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسيع المحور. ولو كملنا جولتنا في شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية وبعض الكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. وكمان ظهرت بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر برضو بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. كمان ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.
وخلونا نروح بقى دلوقتي لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من طريقنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات النسبية المتحركة. الكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها قدام مستشفى الجامعة. بنشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وهنلاقي إنها بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية لطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. ونكمل جولتنا بقى مع بعض ونروح للإسماعيلية تحديدا في ميدان أحمد جويلي، هناك بتظهر بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق واللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة اللي هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا طريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين بنبدأ دايما أولى فقراتنا بمجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات التي حدثت يعني وبتهم حضراتكم، ونبدأها بالأخبار اللي أبرزها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعين، ده لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية أيضا على مستوى الجمهورية. كمان اطلع سيادته على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري اللي بيمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مستجدات عدد من مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي منصة مصر الرقمية ومسار العمل والتدريب اللي بتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء. تفاصيل وأخبار أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، واطلع الرئيس على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري اللي بيمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا. وكمان اطلع سيادته على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري اللي بيقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وده من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة لمنطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مستجدات عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها منصة مصر الرقمية ومسارات العمل والتدريب اللي بتشمل كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء، بالإضافة لبرمجة التطبيقات والمنصات والشمول المالي والتسوق الرقمي علاوة على البنية التحتية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 والمقرر عقده في نوفمبر 2024. خلال الاجتماع تم استعراض الترتيبات اللوجستية ومختلف الجوانب التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالمنتدى. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن بيتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش اللي بيعد من أكبر أودية شمال سيناء من حيث المساحة وكميات المياه اللي بيستوعبها. و
في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حدثت امبارح في المحافظات، ومنها بدء موسم حصاد الكتان في الشرقية وافتتاح منفذ أهلا رمضان للسلع الغذائية بالردسية في أسوان. من أسوان نروح لمحافظة إنا، لأن امبارح تم إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إنا، وتم انتهاء أيضا ترميم مسجد أبو غنام الأثري بنسبة 80% في محافظة كفر الشيخ. في أخبار تانية بالتأكيد في محافظات الجمهورية المختلفة نتابعها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي بدأ فيها موسم حصاد الكتان وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة السنة دي 1596 فدان، والكتان من محاصيل الألياف اللي بتتزرع في مصر للحصول على ألياف لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج زيت الطعام. في محافظة أسوان تم افتتاح منفذ أهلاً رمضان للسلع الغذائية بمدينة الرديسية، وده من أجل توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين. في جامعة بني سويف تم الإعلان عن فوز الدكتورة دينا محمد عطوة الباحثة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة بمشروع بحثي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بقيمة 20,000 يورو، وتعد الدكتورة دينا هي الفائز الوحيد بالمشروع داخل مصر بعد تقديم مقترح بحثي شامل فيما يخص التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. في قنا تم بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وده في إطار الدور الفعال والبارز لمصر في مجال التنمية المستدامة وما تريد الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ونشر الوعي بقضايا تغير المناخ وتحدياته وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. في جامعة المنوفية وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة شهر بحد أدنى 1,000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع توجيه التهنئة بهذه المناسبة ليهم. في الغربية تم الانتهاء من أعمال رصف شارعي السينما والرادار بمدينة كفر الزيات ضمن أعمال الرصف والتطوير اللي بتنفذها المحافظة، واللي شهدت خلال 4 سنوات رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كيلومتر. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وتم توقيع الكشف على 1706 مريض، وضمت القافلة 12 عيادة ومعمل طفيليات وأشعة إكس راي. في كفر الشيخ تم الانتهاء من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلة بنسبة 80%. في الأقصر تم إطلاق 58 رحلة بالون طائر على متنها 1350 سائح من مختلف الجنسيات مع استعدادات أمنية مشددة عقب توقفها لمدة 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية. لما بتتعزم على الفطار يا ترى بتروح امتى وبتروح على ميعادك بالظبط ولا بتروح قبلها بشوية؟ خلينا ناخد تعليقات. أول تعليق معانا من محمد الشاذلي وزعنا في البرنامج، بيقول مبات عندهم قبلها بليله. يعني هو شاذلي زميلنا وكل حاجه، بس هو السؤال يعني المثل بيقول يا شاذلي يا بخت منظر وخفف، فانت رايح كده على سحور وفطار، ما بقاش الموضوع سحور بس، والسؤال هو بياخد معاه ايه بقى وهو رايح؟ شاذلي قعدته ما بيتشبعش منها، فيا بخت من يجيله شاذلي. طيب يعني احنا شهادتنا هتبقى مجموعه كلمتين كويسين في حق الشاذلي. يعني شاذلي بقى عنده، انت ما حضرتش المرة اللي فاتت لما شاذلي عمل لنا صينية الجلاش بالبسطرمة؟ لا للأسف ما عرفتش اجي العزومة. لا فاتتك. لا هو شاذلي عنده مواهب، هو شيف يعني. شاذلي هو فنان في ده بصراحة يعني. طيب في كمان أستاذ علاء هارون بيقول صباح الخير يا أستاذ أحمد أنت والأستاذة منا، لو معزوم بعيد عن البيت بروح قبلها بنص ساعة، لو قريب قبل المغرب ب10 دقايق، أو ممكن أبات عندهم. كل سنة وأنتم طيبين. ده بيتضامن مع شاذلي، واضح إن شاذلي فكرة والفكرة لا تموت يعني. شاذلي أسلوب حياة. طيب أحمد سعد قلاجة بيقول صباح الخير والسعادة عليكم وعلى السادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم من نصرية مركز صان الحجر الشرقية. اولا لما اكون معزومه عند حد بروح، لو صديق عزيز عليا قوي بروح قبل الفطار بنص ساعه عشان نساعد بعض وعشان ارفع راسه واشرفه قدام الناس. تحياتي لحضراتكم ورمضان كريم. الله اكبر. تفتكر قصه اشرفه قدام الناس وارفع راسه قدام الناس دي بتبقى فارقه قوي؟ ما دي الاهل
عارفه انت بقى بحس وبتفرق احيانا في سنوات الزواج الاولى اعتقد عارفه اللي هو ايه لسه متجوزين ومقبلين على الحياه الورديه فاللي هو يعني اهلك واهلي فانت اهلك جوه بدري اهلك ساعدوا لا انت اهلك مثلا اكيد بيبقى فيه شويه التحابيش اللي بتحصل دي يعني حد في البيت ده جاي لك في البيت ده مدخله بيتك فخلاص ده من البيت فتمام يا راجل احنا رفعنا التكلفه خلاص بقى بينا اهلي. طيب في سيف الدين بيقول صباح الخير عليكم لو معزوم على الفطار بحب اروح قبلها بشويه اقعد مع الشخص اللي عازمني ونتكلم ونضحك وتبقى قاعده حلوه خصوصا لو حد من اصحابي المقربين او حد من اهلي وكل سنه وانتم طيبين وبخير. يعني ما اعتقدش ان حد عنده طاقه قبل المغرب ب 10 دقايق ان هو يقعد يضحك والله ولا بعد المغرب ما اكذبش عليك لا بعد المغرب فيه يعني والله ما اكذبش عليك بس الواحد بيبقى الناس عنده في البيت فلازم يبقى مبتسم ومضياف لكن لا قبل من باب المجاملات يعني تفكرين ما نجيش عندك ما تقولش كده خلاص بقى طلع هنتجامل بيت اختك اوعى تقول كده. طيب ايمن بيقول ما بحبش اتعزم مش هروح بس لو حد عزيز عليا اكيد هروح وهروح قبلها بفتره طبعا عشان اساعد مش اروح اكل وامشي. صحيح دكتور يا عبد الصمد. في اشرف عمران بيقول صباح الخير عليكم جميعا انا بتعزم كتير بس بحب اروح قبل المغرب بساعه ولازم اعرف الفطار ايه قبل ما اروح عشان نبقى على نور يعني فاهم. اشرف ده جنب الاخر يعني الاكل عاجبني هاجي مش عاجبني خلاص من خرج من داره تقل مقداره زي ما بيتقال. نسمة رأفت بتقول صباح الخير والسعادة عليكم يا أحلى مذيعين في أحلى برنامج. بصراحة الوقت اللي قبل الفطار ده بتبقى الناس بتجري في الشارع جري بطريقة مرعبة وخصوصا مع تحسن حالة الطرق عشان كده الواحد أفضل أنه يعمل حسابه وما يتأخرش عن ميعاده وما يعرضش كمان نفسه لمخاطر الطريق. ربنا يسترها كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بألف صحة وخير يا نسمة. بس بقى منا خدي الحكمة من ملكة زمان اوكي ده اسم الاكونت اوكي ملكة زماني بتقول صباح الخير لو معزومه بروح قبل اذان المغرب بشويه في اجماع في اجماع لا تحس كده ان قبل اذان المغرب بشويه ده في اجماع يعني او بعد اذان المغرب بشويه ما بعد دي جديده منك والله والله جميله جربوه يعني انت وشاذلي بتعملوا حاله بصراحه حد راح على ديات وانت راح بعد حاولوا تقعدوا مع بعض هتوصلوا لحاجه اللي بعد لطيف. عبير سالم الغريب بتقول صباح الفل من بلد السحر والجمال عروس القناه الاسماعيليه كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده ربنا يجعلها ايام مباركه لو عند قرايبنا بروح بدري عشان اساعدهم لكن لو ناس غريبه ممكن قبل المغرب بدقائق اصبح على امي واختي وزوج اختي ربنا يحفظهم ليا. في بسمه جمال بتقول لو معزومه على الفطار هاخد شنطه هدومي لان لو عجبني الفطار هكمل للسحور اكمل باقي رمضان كمان عندهم ما عنديش اي مشكله ربنا يهديهم ويحبب ويجيبوا هدوم العيد ليا وهو داخلين على الصيف اصيف عندهم بحيث ان هم يعني لا ده كده بقى انت رايحه تفطري في وزاره التضامن الاجتماعي بصراحه. طيب علاء ابو زيد بيقول صباح الخير على مصر وعلى كل المصريين اشوف الاول انا معزوم عند مين واشوف درجه القرب منا وبين بعض يعني مثلا لو اخويا او صديق او جاري ممكن اقرر اروح بدري ولا لا ولا اقرر اروح على الفطار مباشره الاغلب بروح بدري تحياتي وشكرا من البحيره كوم حماده. علاء ابو زيد بلدياتي انا من البحيره يعني اجدع ناس ما اقدرش اقول غير كده بصراحه. طيب في علاء العمري بيقول لا بروح قبل الفطار بثانية أو ثانيتين ويا بخت من زار وخفف وناس يقول سامع يا شاذلي. أنا موافقة والله على فكرة بدري بدري دي أو يعني خفيف خفيف بالظبط قولي له بقى لا بس شاذلي برضه أهلا يعمل اللي هو عاوزه. طيب عبد الحكيم الحايز بيقول صباح الخير عليكم العزومة بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص آخر واحد بيحضر لأي عزومة بحس له كده بمنظر جميل عادة مش بعرف أبطلها بيحب يحضر متأخر عشان الناس كلها تبقى مستنياه. طيب في أستاذ علاء الدين أستاذ علاء بيقول صباح الخير عليكم محدش بيعزمني على الفطار علشان أروح بدري أو متأخر فبفطر في بيتي وبريح دماغي. لا والله يا استاذ علاء يعني في دعوه هنا من برنامج صباح الخير يا مصر تعالى نعزمك على الفطار في المكان اللي انت عاوزه كمان تنور وتشرف صعبت علينا يا شيخ. طيب اهو ابراهيم عبد الوهاب بيقول بوصل مع مدفع الافطار عشان ببقى فاصل شحن باجل الحكاوي لبعد المغرب على روقان وصباح الخير يا مصر صباح النور عليه يعني اكيد لسه مستنيين اجاباتكم وتعليقات اكتر واكيد هنعرضها خلال الحلقه اللي بتستمر حتى العاشرة صباحا. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا في صباح الخير يا مصر.
يعني من رحمة ربنا بينا في شهر رمضان الكريم إنه جاي فيه يعني طقس وله صيف وله شتاء، نقدر نقول يعني ما بين الربيع كده، يعني الدنيا كويسة إلى حد ما، وإن كان في تقلبات في الجو. بالنسبة لي هو حر شويتين برضو، أنا بتوع الشتاء الجو ساعات الليل معقول بالليل. طب ما تيجي نشوف هالة وعندها الطقس. طيب نروح دلوقتي لزميلتنا هالة ونعرف منها أخبار الطقس. هالة شكرا يا منى. شكرا يا عبد الصمد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية بيؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتورة منار. إيه أخبار الطقس النهاردة، وهل في مناطق هيكون فيها فرص أمطار؟ بالفعل احنا اليوم هنشهد انخفاض في درجات الحرارة، لان احنا امس كنا بنشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، وسجلت العظمى بالامس على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن ده كان ارتفاع مؤقت. اليوم هنبدأ نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب اوروبا منخفضة في درجات حرارتها، بالاضافة كمان امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وهيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. واليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تكون 22 درجة مئوية، فطبعا هنحس بالأجواء الربيعية مائلة دافية شوية بالنهار، ولكن بالليل برد. بالفعل خلال فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه كمان ان احنا اليوم هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه في اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح دايما بيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره فتره النهار، وايضا كمان فترات الليل هنحس اكثر بالبروده خلال فترات الليل، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الاجواء معتدله فتره النهار على المناطق الساحليه مائله للحراره على المناطق الجنوبيه. اليوم كمان مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه هيكون في فرص لسقوط الامطار بالفعل على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، لكن هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه ممكن نلاحظها في اماكن، والاماكن الاخرى لا. كمان مع نشاط الرياح هيكون في اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه، خاصه اليوم على البحر المتوسط، ارتفاع الامواج ما بين 3 الى 4 متر وغير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه. اليوم كمان في اضطراب ملاحه بحريه في خليج السويس، ارتفاع الامواج بيوصل في خليج السويس ل 3.5 متر. غدا الخميس هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره، فلسه هنحس بالاجواء اكثر فيها انخفاض في درجات الحراره الخميس والجمعه ان شاء الله، مع استمرار نشاط الرياح واستمرار فرص سقوط الامطار وايضا اضطراب حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. فعشان كده الساده السياطين والساده المواطنين نتجنب نزول البحر الاحمر او المتوسط خلال فتره الاضطراب اللي هي مدتها 72 ساعه ان شاء الله. كمان بقدر الامكان فترات الليل لو احنا هنخرج لازم نرتدي على الاقل الملابس الشتويه، مش عاوزين ننخدع بالدفء فتره النهار والاستقرار فتره النهار، لان فترات الليل لازم احنا هنحتاج الملابس الشتويه خاصه ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. بقدر الامكان فتره النهار نتجنب اشعه الشمس عشان ما تخليناش نحس بدرجات حراره اعلى واحنا صايمين، وكمان مهم جدا الفتره دي فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه، مهم يوميا نتابع المسافه الجويه. طيب دكتورة منار، امبارح هيئة الأرصاد امبارح الفجر حذرت من انذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، ايه اللي هيحصل وازاي هتتأثر حركة الملاحة بارتفاع الأمواج؟ هو طبعا في سرعات رياح على البحر المتوسط، سرعات رياح بتوصل ل 60 و70 كيلومتر على الساعه، فده بدوره هيؤدي لارتفاع الامواج، هتوصل الامواج على البحر المتوسط ما بين 3 الى 4 متر، فهيكون غير مؤهل لاي اعمال صيد وملاحه بحريه. يمكن ده يؤدي ممكن لاغلاق بعض المواني كمان لان ارتفاع الامواج هيكون عالي. كمان البحر الاحمر ايضا اصدرنا ليه انذار، لان ارتفاع الامواج في البحر الاحمر غدا الخميس ان شاء الله هيكون 5 متر من 4 ل 5 متر، فمهم جدا ناخد بالنا من اضطراب الملاحه البحريه على البحرين بقدر الامكان. الساده المواطنين بقى نتجنب اعمال التنزه في البحرين الاحمر والمتوسط، الساده الصيادين نتجنب يعني الاعمال البحريه او الانشطه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط لمده فتره الاضطراب ان شاء الله.
بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 22-14، الإسكندرية 19-14، والعلمين الجديدة 20-14، مطروح 19-13، ودمياط 21-15، أما بورسعيد 20-15، والإسماعيلية 23-13. ونروح للسويس، العظمى 22 والصغرى 14، أما في العريش 21-13، في كاترين العظمى 18 والصغرى 7، وفي طوبة العظمى 24 والصغرى 14، حلايب 26-16، وشلاتين 29-19، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى هتكون 19، أما الغردقة فالعظمى 30 أيضا ولكن الصغرى 17. في الفيوم العظمى 25 والصغرى 12، وفي بني سويف العظمى 25 والصغرى 12، أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13، وفي أسيوط العظمى 27 والصغرى هتكون 12، في سوهاج العظمى 29 الصغرى 13، إنا 32-14، الأقصر 33-15، وفي أسوان 33-16. ودلوقتي عودة لزمايلي في الاستوديو منى وعبد الصمد ومتابعة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا، والشكر موصول طبعا للدكتورة منى رجب. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، بالإضافة كمان لاستعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة الهلال السوداني وانضمام لاعبي الأهلي الدوليين لتدريبات الفريق. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالأزهر الشريف هينظم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر، واللي بيوافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام. تتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز شيوخه وعلمائه ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديماً وحديثاً، مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية وأفلام وثائقية عن الأزهر والتجديد قصة أكثر من 1000 عام. وفي ختام اليوم هينظم الجامع إفطار جماعي للمصلين. النهاردة بيستعد مركز جيزويت القاهرة الثقافي لافتتاح معرض مرئيات أخوية للفنان أنطوان أبي عاد بجزوات روف جاليري للفنون البصرية، وده هيكون الساعة 8:30 بالليل بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية. النهارده هينضم لاعبو الاهلي الدوليين محمد الشناوي ومحمد هاني وحمدي فتحي واحمد عبد القادر ومروان عطيه وحمدي فتحي ومحمود كهربا لتدريبات فريقهم استعدادا لمباراه الفريق القادمه امام الهلال السوداني السبت 1 ابريل. زي ما احنا عارفين ان مسلسلات رمضان يعني ابتدت فيها المنافسه وابتدت الحلقات يعني تدخل في سياق درامي مختلف، تحديدا الحلقه السادسه من مسلسلات رمضان اللي كانت كلها احداث يعني مشوقه. معنا مجموعه كبيره من المسلسلات ابرزها الكتيبه 101 ورساله الامام وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخصها في التقرير اللي جاي. الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 اللي كشفت الحلقة فيها عن أحداث قوية أبرزها قيام الإرهاب الأجنبي بالنداء على الضابط نور صلاح بعد ما سلموا العربية المزودة بالجي بي أس كطعم للإيقاع بتلك المجموعة الإرهابية اللي قامت بقطع الطريق، فرجع له الضابط نور مرة تانية وسأله مالت اللي أنت من وين؟ وإيش ودك من وين أنا؟ مش خدت اللي ودك إياه؟ من العريش. من وين؟ من العريش؟ وايش بتعرف في العريش؟ لهجتك مش من بلادنا. ده وحش يا نور. من المساعين عند الاذاعه. انا ساكن هنوف. وشهدت احداث الحلقه السادسه من مسلسل رساله الامام زياره السيده نفيسه اهل بيت الامام الشافعي خلال سفره، وطلبت زوجه الشافعي منها المشوره حول ما يقلقها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، فطمانتها بانه رجل يحمل في قلبه القران ولا خوف عليه. انما تفكرين في ابي عبد الله
لا حزن يدخل قلبي ما دام بخير. لا أدخل الله الحزن قلبكما. إذن هو غيابه المتكرر سعيا للعلم. أعرف أنه يحمل حملا تنوء به الجبال، وأن سعيه وراء العلم فيه خير له ولنا أيضا، وأن ما يشغله خير المؤمنين في الفسطاط. شهدت كمان أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع تجول مربوحة في المول علشان تشتري هدوم جديدة، وهنا جالها راجل اسمه فخري اللي بيجسد شخصيته الفنان علاء مرسي، وأقنعها إن عنده محل فيه ملابس أفضل. مربوحة صدقته وراحت معاه. فخري. مين؟ فخري. أنا اسمي فخري. اسم حضرتك فخري. أنا مستورد كبير وعندي محلات فيها بضائع، ملابس، أطقم، كل حاجة، محلات كبيرة. نزلت أشوف المنافسين بس اتصدم. لا لا يا عم الحاج. أنا اتصدم. لا يا عم الحاج جول. بقول لك اتصدم. لا شيء سخيف، مستواهم ضعيف جدا. في الحلقة السادسة من مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين ظهر شفيق بشخصية جديدة في الحلقة، واستعمل شفيق الصفارة الأثرية علشان يهرب من تهديدات أخوه وجيه بالانتحار. شكلي فيه واحد هينتحر. سيبك منه بقى، ده تلاقي عيل تعبان قذر من العيال اللي هي تلاقيه عنده مشكلة في البيت، ولا حبيبته سابته، ولا عمل مصيبة فهينط في النيل. سيبك منه بس. شكله كده. ما ترد يا زفت. ألو. أيوه جيه. أنا كنت لسه أكلمك. يا حبيبي مش هتصدق بقى، أنا وشيرين قررنا نروح فين. رايحين واكر الكفتاجي وعايزينك تحجز لنا. لا معلش أنا مش هينفع دلوقتي عشان أنتحر. طب خلاص ماشي. طب بص ابعت لي النمرة وقول لي أكلم مين هناك. في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان إدى مهلة لزوجته الرابعة عايدة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة زينة علشان تاخد قرار في استكمال حياتها معاه أو يطلقها، ووافقت عايدة تكمل حياتها معاه علشان تنقذ والدها من السجن، خصوصاً إن جعفر هيسدد لها 40 مليون جنيه. عايزة أكمل الحكاية للآخر. حكاية؟ حكاية. إن عايش مع راجل متجوز ثلاثة تانين ومعيشهم مع بعض في بيت واحد، بيطلعوا له بجدول، معيشني في السيدة زينب وشايف إن هي أحلى من التجمع، قتل أخو مراته وسجن أخوها التاني، لسه مطلق ومش فارق معاه حاجة ولا فارق معاه حد، فاكر إن ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان هو بس. تبقى حكاية دي ولا مش حكاية؟ كمان شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة مشهد متكرر للحداد على شباب غرقوا في مياه البحر المتوسط خلال رحلة العبور لإيطاليا. قول أي حاجة وأنا حطها تحت رجليك وتستاهل. تعرف تجيبي لابني؟ عاوز ابني. هاتي لابنك فينه؟ عايز ادفنه بإيدي. ما يكون فاول. امين يا ابني. الله يرحمه. الف رحمه ونور عليه. امين يا رب. يا رب اغفر له يا رب. امين يا رب. امين. الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة شهدت وجود نادرة مع ابنها داخل بيت حسن أبو عصاية، وفي مشهد فلاش باك لواحد من رجالة أبو عصاية شداد، وهو الفنان محمد لطفي، وهو بيراقب نادرة جوه مغارة المنزلاوي بمنظار مكبر، وبعدها نزل بسرعة من الجبل علشان يبلغ عطية باللي شافه. أنت متأكد يا شداد؟ عيب عليك يا كبير، وأنا أجيب لك خبر وأنا مش متأكد منه. طب اسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد. حسن أخوي رايح لعبد جبار الليلة الساعة 7، قول هيقعد 8. في الساعة دي عايز نادرة ولدها عندي هنا، وهو أحد ياخد خبر ولا يشوفه. في الحلقة السادسة من مسلسل جميلة شهدت الأحداث اتفاق شاري وهشام على تدمير الحياة الزوجية لجميلة وزياد، وبتحاول شاري تتكلم مع زياد بطريق غير مباشر وأوهمته بكره جميلة له. لو عايزني أكمل معاه يسيبني خلف، ده أهم شرط عندي. أنا مش عايز أكبر وعجز وملاقيش حد جنبي. الابن سند، بعدين أنا طول عمري بحلم إن أكون أم، ما ينفعش هو يحرمني من الحلم ده. شهدت الحلقة السادسة من مسلسل سر الباتع أحداث متلاحقة، واستطاع السلطان حامد إنه يهزم الجنود الفرنسيين وخلاهم يتجننوا من قوته الخارقة وشجاعته اللي ملهاش مثيل. أنت يا عوف، طول ما أنت ماشي في البلد تعمل نفسك إنك مش شايف. مش شايف علشان الناس فاكرة إن أنت اتحميت. وأنت يا عمران،
تفضل ماسك ايد اخوك وسحبه معاك عشان هو المفروض ايه؟ اتعامل. شاطر يا باقف. ما تزعلش يا حبيبي، بعد شويه كده هنبقى نقول انك خفيت. حاضر يا بابا. طب يلا. الحلقة السادسة من مسلسل ألف حمد لله على السلامة للنجمة يسرى شهدت أحداث كتير. اتصل الضابط حسام بأكرم وأكد له إن سماح بنت الدكتورة سميحة جات له وكانت بتدور على والدتها، ومع تتابع الأحداث حاولت فوقية أو شيماء سيف تسيب البيت بعد ما غلطت في حق الدكتورة سميحة، لكن بيومي فؤاد أقنعها تفضل موجودة. هو ده المكتب اللي حسام بقال عليه؟ اهو. طب جوزي جوه اكرم؟ دي فوقيه، فوقيه زمانها جت. موجود، اتفضلي. اكرم فوقيه فوقيه حبيبه قلبي. طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله، انا صحتي زي البومب. الحمد لله، ضربتك ولا حولك؟ انا محدش يجرؤ يضربني يا فوقيه. عفاك كويس؟ لا، الا قفايا، محدش يقدر يضربني غيرك انت على قفايا يا فوقيه. عشتي يا اخويا الحمد لله، كنت مرعوبه وانا داخله القسم، ما دخلتوش من ساعه ما عملت البطاقه كنت بترجف كده. انت مال صوتك بقى حنين كده؟ صوتك بقى خريفي مع انه على طول صيفي. انت اللي قايل انك عايزه شتاء، قلت انزله وقت تدريج عشان ما تتخضش. خلاص بقى، ابعديك على القسم كل يوم عشان صوتك يحلو. الحلقه السادسه من مسلسل مذكرات زوج شهدت احداث مشوقه. شيرين راحت لوالدها تشتكي له من اختفاء رؤوف، وبتحمله مسؤولية الدفاع عنه طول الوقت واستقالته من شغله في ظل التزامات مالية للأسرة. وهنا قام الأب بدور الأب والأم ونصحها بعدم التقصير في مسؤوليتها. كل حاجة بتتحل بالهدوء والتفاهم. اقعدي مع نفسك وفكري. التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري. كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة 500,000 متر مربع. كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي على الأهمية الكبيرة لجهود تطوير الاقتصاد المصري. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الاستراتيجية الصاروخية بدأت تدريبات مقررة تشتمل على أنظمة صواريخ يارس النووية البالستية العابرة للقارات. وأضافت في بيان أنه شارك في التدريبات أكثر من 3,000 عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه خطير. وفي تصريحات صحفية قال بايدن إن الإعلان مثير للقلق. كان بوتين قد أعلن أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ونددت واشنطن بالإعلان الروسي. أعلنت القوات الروسية أنها ما زالت تتقدم في مدينة باخموت المحتدى من النزاع عليها بشرق أوكرانيا، لكن المخابرات البريطانية تقول إن كتيبة دبابات روسية منيت بخسائر فادحة في بلدة أفدييفكا القريبة. وأضاف مسؤول روسي أن جزءا كبيرا من القوات الأوكرانية أجبر على الانسحاب من مصنع أعظم للمعادن على الجانب الغربي من نهر باخموتكا. ومن جانبها قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن موسكو واصلت شن هجماتها في باخموت، لكن القوات الأوكرانية صامدة بقوة وتدحر الهجمات. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله.
واقترح وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي خياراً يسمح للحكومات بإيقاف مصدري الغاز من روسيا وبيلاروسيا مؤقتاً من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ويعد الاقتراح جزءاً من الموقف التفاوضي للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي. ورياضياً، تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مضيفه منتخب ليبيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي في إطار الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات. الفوز رفع رصيد تونس إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بنقطة واحدة. انتهى موجز 9، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. لو معزوم على الفطار، انت من الناس اللي بتحب تروح بدري ولا بتروح على اذان المغرب؟ ده سؤالنا التفاعلي اللي بنشارك بيه حضراتكم على مواقع السوشيال ميديا الخاصه بينا وصفحات السوشيال ميديا بتاعتنا. وخلونا ناخد مجموعه من التعليقات الخاصه بحضراتكم. معانا الاستاذ عمرو جلال. قلت لكم ان ما ناخدش التعليق بتاع زميلنا العزيز محمد الشاذلي، ليه؟ الناس بتتلخبط لوحدها، يعني كده كده الناس بتتلخبط ما بيننا احنا الاثنين، فنقعد نقول شاذلي شاذلي وانا قاعد اهو. شوفي بقى ضريبه ده كان ايه. صباح الورد عليكم وصباح الخير يا شاذلي، بروح قبلها ب 10 دقايق، انا معزوم النهارده وهروح قبلها ب 10 دقايق. يا شاذلي؟ هو قال يا شاذلي. انت عارفه ان الموضوع ده بيعمل مشكله كبيره جدا؟ يعني مش بس في الحلقه والله، يعني انا مره كنت في فرح انا وشاذلي مع بعض، فلقينا واحده جايه ما نعرفهاش، يعني بتقول لي انا ممكن اتصور معاكم؟ فعلا قلنا لا تمام تحت امرك طبعا. فقالت لي لماما مصممه ان انتوا شخص واحد، وانا اقول لها دول اثنين، فتقول لي لا دول شخص واحد، فانا عاوز اتصور معاكم عشان اوريها لماما واقول لها ان انا اللي صح وكسبت الرهان. بس احنا مستعدين يعني يبقى عندنا اثنين عبد الصمد واثنين شاذلي، دي حاجه لطيفه خالص. الله يبارك لك والله يا بنت. طيب محمد ابو دياب بيقول صباح الخير والسعاده، لو معزوم عند قرايب بروح قبلها بساعه واساعد معاهم، لكن لو حد تاني اروح قبلها ب 10 دقائق منعا للاحراق. ده حقيقي. طيب في كمان ساره سيد بتقول بروح على الميعاد، ميعاد الفطار بالظبط. طيب تيجي نروح لهاله؟ نروح لهاله، عندها اخبار وحاجات فنيه من اخبار الفنيه. ده حقيقي يا هالة، عندك أخبار فنية هتقول لنا في حاجة؟ عندنا أخبار فنية النهاردة بتتكلم عن الفنانين وردود أفعال الجماهير، وبيعبروا طبعا عن سعادتهم بمشاركتهم في أعمال رمضان السنة دي. تفضلي. أهلا بيكم موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمر. ما هو أنت مش فالحة غير في السهوكة والنحنحة يا أختي. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. تمام يا رجاله، هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش، لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومكسوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المقام ده. مين اللي هترضى بواحد امه مش راضيه تعرفه مين ابوه؟ هي مين اللي تبقى ضامنك يا جعفر؟ قريه بشتريها في الساحل الشمالي بعد ما دنت العلمين الجديده. انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هي فين؟ فين اللي بتخن معاه؟ ايه؟ موسم البطه ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تسبب ارنب؟ عين على الحلوة لما تبهدلوا الايام. وبنبدأ نشرتنا الفنية مع الفنانة مي كساب اللي عبرت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي من الجمهور ومن أصدقائها على أدائها في مسلسل جعفر العمدة. مي قالت تليفوني ما بطرش اتصالات وبقى زي السنترال، الحمد لله على النجاح، وخصوصا أني تعبت في الحلقة الخامسة من المسلسل وبكيت فيها كتير وتخيلت اختفاء ابني وأنا بدور عليه.
الفنانة وفاء عامر قالت إن شخصية المرأة السينوية اللي بتجسدها في مسلسل الكتيبة 101 متميزة ومتميزة بالتنوير، وعندها انتماء وطني ومبادئ وبتحب كل اللي حواليها. أما عن دورها في مسلسل حضرة العمدة، فقالت الفنانة وفاء عامر إن الشخصية اللي بتجسدها هي شخصية أنانية اتبنت من خلال المكتسبات والعوامل اللي تعرضت لها على مدار حياتها. كمان الفنانة منة فضالي قالت إن شخصية نرجس اللي بتجسدها في مسلسل جعفر العمدة دور جديد ومختلف بالنسبة لها، لأنها بتقدم دور كوميدي وكانت خايفة إن المشاهد ما يعجبوش أدائها. منة قالت كمان إن نرجس ساذجة وتفكيرها محدود، وفي شخصيات شبهها في الواقع زي الست اللي ما بتقدرش تتحكم في عقلها وبتصدق كل اللي يتقال عليها وبتمشي ورا الخرافات والأعمال والسحر. القائمين على مسلسل رسالة الإمام أصدروا تنويه وقالوا إن العمل رؤية درامية مستوحاة من أحداث تاريخية، وإن بعض أحداث وشخصيات العمل من وحي خيال المؤلف للضرورة الدرامية. كمان الفنانة سلمى أبو ضيف قالت إنها سعيدة بردود الأفعال على مشاركتها في مسلسل الإمام الشافعي في دراما رمضان 2023. ووضحت سلمى إنها عشقت الإمام الشافعي لما قرت عنه، وإن دورها في المسلسل يعتبر تحدي كبير ليها لأن حوار الأحداث مبني على اللغة العربية. الفنان الكبير أحمد عبد العزيز قال إنه سعيد بردود أفعال الجمهور حول الحلقات الأولى من مسلسل سر الباتع، وقال إن العمل بيعتبر واحد من الأعمال المهمة في مسيرته الفنية. وقال كمان إن المخرج خالد يوسف مخرج كبير وعنده موهبة ورؤية، خصوصا إنه بذل مجهود كبير أثناء تصوير وتحضيرات المسلسل علشان يخرج بالشكل اللائق للجمهور. الفنان أدوارد اللي بيجسد شخصية دياب في مسلسل حضرة العمدة أكد إن الحلقات الجاية هتشهد العديد من المفاجآت، وقال كمان إن دياب هيفاجئكم بمفاجآت كتيرة جدا في الفترة اللي جاية، وإن حضرة العمدة من أهم المسلسلات اللي بيتم عرضها في الموسم الرمضاني لأنه بيعالج مشاكل كتير بتمس المجتمع والأسرة المصرية. خلصت نشرتنا الفنية، ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع منا ومع أحمد، وكنت هقول شاذلي. الحمد لله. الحمد لله. قدر ولطف. شكرا لك. شكرا. الإنشاد الديني هو فن مصري خالص، وعشان كده طبيعي يكون عندنا أصوات مميزة جدا في الإنشاد الديني. ده حقيقي. يمكن النهاردة منا في فقرتنا في مدرسة الإنشاد أو تعليم الإنشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب، هيكون ضيفتنا فيها المنشدة رقية محمد. تعالوا نتابع. وأجمل منك لم ترى قط وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي فقرتنا النهاردة فقرة مميزة جدا لأنها مع أصغر منشدات في مدرسة الإنشاد الديني، وهي رقية محمد اللي عندها فقط 10 سنين ومع ذلك صوتها جميل جدا، تعلمت الإنشاد بشكل صحيح. أهلا بك يا رقية، وقولي لنا أنت بقالك قد إيه بتنشدي؟ يعني بقالي كتير قوي في الإنشاد وبحبه جدا. مين اكتشف فيكي الموهبة دي؟ بابا وماما. وأنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 5 سنين. إيه أول حاجة أنشدتيها فاكرة؟ انشدت هناك سنة عند الله. طيب قولي لي أنت إزاي عرفتي عن مدرسة الإنشاد الديني ودخلتيها إزاي؟ هم أعلنوا عن مدرسة الإنشاد فرحت وعملوا لي اختبار والحمد لله نجحت فيه ودخلت اتعلمت المقامات والتواشيح الدينية
وعملوا لنا برضو اختبار على اللي احنا درسناه والحمد لله نجح. يمكن التواشيح الدينيه كمان في بعض المرشدين بيعتبرها ان هي ممكن تكون صعبه شويه، لكن انت ما شاء الله عليكي بتقدري ان انت تادي التواشيح الدينيه. خلينا نسمع حاجه بصوتك من التواشيح الدينيه. إليه به سبحانه أتواصل، إليه به سبحانه أتواصل، وأرجو الذي يرجى لديه، وأرجو الذي يرجى لديه، وأرجو الذي يرجى لديه وأسأله. ما شاء الله عليك، يعني صوتك جميل كمان وبتعرفي توظفيه بشكل صحيح. اتعلمت ايه من مدرسة الإنشاد الديني، او هي شايفة ان هي اضافت لك ايه؟ المقامات والتواشيح. طب انت في المدرسه بيقولوا لك لما بيسمعوا صوتك وزمايلك كمان والمدرسين في المدرسه واهلك في البيت؟ مبسوطين مني جدا، بيقولوا صوتك جميل. طب انت شايفه ايه المستقبل اللي انت عايزاه تكوني فيه في مجال الانشاد الديني؟ لا، حاسه ان انا هبقى حاجه حلوه لما ابقى مع مدرسه الانشاد واتعلم حاجات كتير. عايزه اكون ليكي مثلا اناشيد خاصه بيكي من كلمات والحان. بتحبي مين يكون قدوتك في مجال الانشاد الديني؟ الشيخ محمود التهاني والشيخ طه الاسكندراني. بتحبيهم جدا؟ اه. طب خلينا نسمع حاجه كمان من الاناشيد الدينيه اللي انت بتحبي تنشديها وتقوليها. من كاس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم، خذ واعطيني. من كاس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم، خذ واعطيني. حسن محبوب تجلى لعيني، أزكى صلاتي عليه وسلامي، أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور، أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور، والبشرة هن طلعت نور، أزكى صلاتي عليه وسلامي. عليه الصلاة والسلام. واضح ما شاء الله التأثير الكبير في مجال الإنشاد الديني، واللي أنت استفدتي بشكل كبير من المدرسة دي. قولي لنا، أنت يمكن تكوني من أصغر الطالبات أو المنشدات في مدرسة الإنشاد الديني، الأجواء بتكون عاملة إزاي داخل مدرسة الإنشاد الديني وأنت كمان صغيرة في السن ومعاكي من زمايلك من المنشدات أو المنشدين ممكن يكونوا أكبر منك بعشر سنين كمان، الأجواء بتكون عاملة إزاي؟ يعني مثلا أنا ببقى قاعدة ومثلا مش حافظة كلمة، فهم أصحابي بيقعدوا يقولوا لي ويفهموني وكده. يعني في تعاون كمان بينك وبين زمايلك في مدرسة الإنشاد بحيث إن أنت تقدري تنمي وتطوري من نفسك. طب قولي لنا ايه في النهايه لاصحابك اللي بيشوفوكي عن الانشاد الديني، وبيبقى احساسك ايه وانت بتنشدي قدامهم؟ يعني احب اقول لهم اللي هم يعني اشكرهم جدا اللي هم بيساعدوني وبيساعدوني انا عشان اطور نفسي. مين بيدعمك كمان في مجال الانشاد الديني بالذات كمان من اهلك او في البيت؟ اخواتي وبابا وماما. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا رقية، يعني انت ما شاء الله عليكي رغم ان انت 10 سنين لكن واضح ان انت متمكنه بشكل كبير جدا في اداء الاناشيد والتواشيح الدينيه كمان. زي ما شفنا مشاهدينا، رقية محمد 10 سنين موهبه فريده ليها مستقبل واضح جدا في مجال الانشاد الديني. انتظرونا وموهبه جديده وفقره جديده من فقره الانشاد الديني في رمضان. إليه به سبحانه أتواصل، وأرجو الذي يرجى لديه، وأرجو الذي يرجى لديه،
فصبح على من نعنت الوجوه الوزير فصبح على من عانت الوجوه الوزير ومن كل ذي عز له يتذلل جواد مجيب مشفق متعاطف جليل جليل منعم متفضل جواد مجيب مشفق متعاطف جليل جليل منعم يعني صوت أكتر من رائع وفي الحقيقة يعني بيبان مجهود كبير بتقوم به تحديدا مدرسة تعليم الإنشاد الديني ورقية محمد واحدة من المنشدات الفضلايات بقى اللي احنا يعني بنسمع صوتهم وبيتعلموا كتير ممكن يكون لسه عندها يعني عندها الموهبة بس عاوزة تتنمى بشكل كبير وعشان كده يعني بتحتضنها مدرسة تعليم الإنشاد الديني تحديدا. على أي حال بنشكر طبعا زميلنا أحمد الحسيني على هذه الفقرة أو الفقرات بقى اللي بيقدمها لنا منذ يعني بداية الشهر الكريم والشكر طبعا لرقية محمد وإن شاء الله تكون منشدة ومبتهلة يعني يشيد بها كل يعني أساتذة هذا الفن أو هذه مدرسة الإنشاد تحديدا وتكون ضيفة معنا هنا في صباح الخير يا مصر. أكيد مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم ومكملين خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي فقرات. وبنبدأ نشرتنا الرياضية مع المنتخب الوطني اللي حقق فوز كبير على منتخب ملاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو في المباراة اللي اتلعبت بين المنتخبين في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024. بالفوز ده رفع منتخب مصر رصيده لتسع نقط وبيتصدر المجموعة الرابعة في التصفيات. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال إن المنتخب قدم مباراة رائعة قدام ملاوي وإن الفريق لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات اللي ظهرت في المباراة وتم ترجمتها لأهداف. فيتوريا كمان قال إنه سعيد بتألق صلاح ولكن قال سعادتي الأكبر بالمنتخب ككل. محمد عبد الشافي الظهير الايسر لفريق الزمالك انتظم في التدريبات الجماعيه اللي اقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله في مقر النادي استعدادا لمواجهه المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا. ومارسيل كولر المدير الفني للاهلي استلم تقرير عن اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب الوطني او مع المنتخب الاولمبي او اللاعبين الاجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي وده علشان خاطر يستعد الفريق لمواجهة الهلال السوداني في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. منتخب كوت ديفوار حقق الفوز امبارح على جزر القمر بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الرابعة اللي جمعتهم في تصفيات أمم أفريقيا. ومنتخب السنغال فاز على منتخب موزمبيق بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار. بالنتيجة دي اتأهل رسمياً المنتخب السنغالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وفاز منتخب اسكتلندا على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات اليورو 2024. منتخب كرواتيا حقق الفوز على منتخب تركيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 وبالنتيجة دي بيدخل منتخب كرواتيا الصدارة برصيد 4 نقط ووقف رصيد تركيا عند 3 نقط.
منتخب المغرب اتعادل مع منتخب بيرو سلبيا خلال فعاليات المباراة الودية اللي اتلعبت في إطار استعدادات أسود الأطلس لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار بعد التأهل رسميا للبطولة. المباراة شهدت طرد النجم سفيان بوفال لاعب المغرب في الدقيقة 79 وكمان طرد سامبرانو من منتخب بيرو في الدقيقة 78. منتخب بلجيكا فاز أيضا على المنتخب الألماني بنتيجة 3-2 خلال المواجهة الودية اللي جمعت المنتخبين امبارح في مدينة كولن خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وحقق منتخب أوروغواي الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعت المنتخبين في إطار استعداد المنتخبين للاستحقاقات القادمة. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد مع أحمد عبد الصمد ومع منة. شكرا لك يا هلا. لاعبي منتخب مصر اكتفوا بربعية في شباك ملاوي في التصفيات الأفريقية، وبكده منتخب مصر الأول بيحتل المجموعة بالتساوي مع منتخب غينيا بتسع نقاط، وبكده المنتخب بيكون محتاج نقطة واحدة بس من المباراتين اللي جايين قدام غينيا وأثيوبيا عشان يصعد لبطولة أفريقيا في الكوت ديفوار واللي هتتلعب السنة الجاية. يمكن يا منى كمان المباريات اللي عليها ضوء كبير أو في تسليط للضوء عليها من المباريات اللي لسه هتلعب هي مباراة الأهلي اللي بيستعد فيها للقاء الفاصل يوم السبت اللي جاي أمام الهلال السوداني، وده لضمان الصعود إلى دور الثمانية من دوري الأبطال. خلونا نتكلم أكتر عن التفاصيل والتحليل للمباراة سواء اللي اتلعبت بالأمس أو مباراة المنتخب أو مباراة نادي الأهلي واستعداده لهذه المباراة الفاصلة مع الناقد الرياضي أمير نبيل اللي مشرفنا في الاستوديو. صباح الخير يا كابتن أمير. صباح النور استاذ احمد واستاذ منى، يعني سعيد بالتواجد معكم في صباح الخير. شرف لي. الفل عليك. طيب بدايه كده روي فيتوري، ايه الحكايه؟ بيبتدي بنفس التشكيل، مثبت التشكيل ولا ايه الحكايه؟ يعني طبعا بنهني انفسنا ومنتخب مصر وجماهير الكره المصريه بالفوز الكبير على ملاوي والاقتراب يعني خطوه كبيره جدا من التاهل. خلاص زي ما حضرتك ذكرتي بنحتاج نقطه واحده من الجولتين المقبلتين للتاهل للبطوله. روي فيتوري حتى الان خمس مباريات خمس انتصارات مع المنتخب المصري، 14 هدف سجلها المنتخب المصري، استقبلت شباكه هدف وحيد، ارقام كويسه جدا. ماشي ممكن نقول المنافسين مش بالقوه الكبيره اللي تخلي الحكم على تجربه فيتوريا حتى الان حكم منطقي او حكم موضوعي، ولكن يعني في مقدمات بتخلينا مطمئنين لشكل المنتخب مع روي فيتوريا. يمكن توقعنا ان يبقى في تغييرات على التشكيل في مباراه امس امام ملاوي، خصوصا ان الفرق الزمني ما بين مباراه القاهره ومباراه الجوله الرابعه كان في يومين تقريبا. يعني اعتقد كان فتره زمنيه كتير من المدربين بيفضلوا يبقى في عمليه تدوير في اللعيبه عشان ما يصابش اللاعبين بالارهاق، خاصه ان اكيد معروف ان في سواء محترفين او لاعبين محليين بتنتظرهم مواجهات هامه فيما بعد فتره التوقف الدولي، بيبقى في برضه ميل لبعض الاجهزه الفنيه ان هو ما يرهقش اللعيبه اكتر من كده عشان يحافظ عليهم، ولكن هو فضل ان هو يحافظ على ثبات العناصر التشكيل دون اي تغييرات في التشكيل الاساسي. اجرى بعض التغييرات في الشوط الثاني بعد ما اطمئن للنتيجه بشكل كبير جدا. صحيح. الحاجه الايجابيه اللي احنا شفناها او من ضمن الحاجات الايجابيه اللي احنا شفناها في اداء المنتخب المصري الحسم، وفي دايما رغبه ان انا احسم الامور بدري، ده شفناه في مباراه الجوله الثالثه اللي فزنا فيها بهدفين دون رد، وايضا في مباراه الامس اللي فزنا فيها بربعيه كان في اصرار ان احنا نحسم الامور مبكرا ما ننتظرش الامور تتعقد علينا او المنتخب المنافس ان هو يدخل في اجواء المباراه. فدي يمكن دي من الحاجات اللي تحسب لروي فيتوريا، الى جانب ايضا الشكل الفني الجميل اللي احنا شفناه اللي كنا بنفتقده في فترات كتير مع الاجهزه الفنيه السابقه. نعم بس استاذ امير يعني خلينا نتكلم لو هنحلل كده الاداء او الفارق ما بين المباراه اللي كانت بتتلعب على ارضنا هنا وسط يعني الناس بتاعتنا وجمهورنا والمباراه اللي بتتلعب في ملاوي او على الارض الخصم يعني تحديدا، ليه النتيجه هنا ما كانتش مرضيه بالشكل الكافي وهناك تفوقنا بالشكل اللي احنا شفناه؟ يعني طبعا بيبقى كل مباراه ليها ظروفها، كل سيناريو ممكن انت كمدير فني بتبقى حاطط سيناريو معين مش تشتغل عليه،
الامور بتسير وفق السيناريو ده ممكن يبقى افضل مما توقعته. يمكن اعتقد فيتوريا نفسه ممكن ما كانش مخطط للفوز الكبير على ملاوي في مباراه الجوله الرابعه، ولكن توالي الاهداف وان الامور تسهلت على لاعبي المنتخب المصري بتسجيل اكتر من هدف ثلاثيه في الشوط الاول، ثلاثيه يمكن في 20 دقيقه اعتقد ده رقم كويس بيدي دفعه ايجابيه للاعيبه. في مباراه القاهره ربما ثنائيه في الشوط الاول والتفكير في ان هتبقى في مباراه ثانيه بعد 3 ايام او اقل ده يمكن اثر على الاداء شويه خاصه في الشوط الثاني، الامور بقت اشبه بمباراه وديه في ال 45 دقيقه الثانيه بالنسبه للمنتخب المصري، ما كانش فيه يعني شغف كبير ان انا اواصل التسجيل، كان في برضو رغبه بين الجهاز الفني ان هو يريح العناصر دي عشان يدي فرصه لعناصر بديله قبل مباراه الجوله الرابعه اللي فاز فيها برباعيه، فيمكن دي كلها بتدخل في حسابات الجهاز الفني ممكن بتاثر على الاداء بشكل او باخر، ان انا بيبقى تفكيري في المباراه اللي بعديها ما بقدمش 100% من المستوى. طبعا ما بنتهمش اللعيبه بالتقصير، ولكن في النهايه انا حققت المطلوب، حققت المطلوب ان انا سجلت هدفين، وكان باين برضو طبعا كل الاحترام للمنتخب الملاوي ورغبته في ان هو يقدم مباراه كبيره امام منتخب مصر، لكن كان باين ان في فروقات فنيه لصالح المنتخب المصري. صحيح. تبعد فكره ان انا يبقى يحصل كامباك في النتيجه او ان انا يعني بعد ما ابقى متقدم افقد التقدم ده بشكل كبير. بس الخمس مباريات الدوليين دول حضرتك شايف انهم كفايه للحكم على الجهاز الفني ولتثبيت اقدام الجهاز الفني، ولا لسه احنا لغايه دلوقتي بنلعب مباريات حتى وان كنا فايزين ونتائجنا هائله جدا ولكن المباريات فنيا متواضعه جدا؟ هو طبعا يعني مش كفايه كما او كيفا، يعني سواء من حيث الكم لسه ما خدناش عدد كافي من المباريات، سواء ان انا ادي فرصه للجهاز الفني ان هو يوصل الفكر بتاعه بشكل كامل للعيبه او يبقى عنده فرصه تجمعات كبيره يقدر خلالها ان هو يستقر على الهيكل الاساسي او القوام الاساسي للمنتخب، او من حيث الكيف طبعا المنافسين يمكن كانت اقوى مباراه بالتاكيد مباراه بلجيكا الوديه اللي كانت سبقت مونديال 2022، فبالتالي ما نقدرش نحكم بشكل كبير على الريف فيكتوريا، لكن احنا بقدر من التفاؤل شايفين ان في امور ايجابيه في المنتخب في الفتره الحاليه لسبب بسيط جدا، لان كان في امام نفس المنافسين او اسماء متقاربه كان بيواجه المنتخب المصري صعوبات في الفوز خارج ملعبه، يعني ملاوي يمكن ما فزناش عليها في ملعب ملاوي من سنوات طويله، فاعتقد ان ده يعني حتى لو كانت بتمثل شكل من اشكال العقده بالنسبه للمنتخب المصري، فالشيء الجيد ان احنا قدرنا نفوز ونفوز بنتيجه كبيره. الرباعيه دي يمكن ما تحققتش او الفوز باربعه اهداف او فارق اربعه اهداف خارج ملعب المنتخب المصري ما تحققش من 2015 من عهد المدير الفني هيكتور كوبر لما فزنا على تشاد 5-1، اعتقد كل دي امور بتصب في مصلحه فيتوريا بتدي له دفعه قويه في بدايه رحلته، لكن بالتاكيد التقييم مش كامل او التقييم الصوره مش مكتمله بالنسبه لشكل العمل اللي بيقدمه الجهاز الفني، لان بالتاكيد شفنا في فترات سابقه حتى في بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره واجهنا منافسين اقوى من كده كانت الامور مختلفه بشكل كبير، لان بالتاكيد هيبقى في حجم التنافس اصعب لما باذن الله نكمل مهمه الصعود لنهائي امم افريقيا، هيبقى في على مستوى الدفاعي هنواجه منافسين اصعب بكتير، اختراق يعني بنشوف جمل كانت بتنفذ امبارح من لاعبي المنتخب المصري اعتقد مش هتبقى بالسهوله ان احنا نتخيلها امام منافسين اقوى، وبالتاكيد برضو في الجوانب الهجوميه للمنافسين. طيب عايزين نتكلم عن احمد فتوح، لان احمد فتوح مازال حتى هذه اللحظه ليس اختيارا اول لفيتوريا، ايه السبب وهل فيتوريا في الفتره الجايه هيبحث عن باك يمين في ظل ان محمد هاني يعني هو يعتبر اختيار الضروره بالنسبه لي؟ يعني بالتاكيد طبعا بتبقى حسابات الجهاز الفني مختلفه عما نراه او ما يبدو لنا، يعني احمد فتوح من العناصر المتالقه مع نادي الزمالك، لكن ممكن هو بيبص للحاله العامه للفريق ممكن يعني ممكن ما تساعدش شويه ان هو يقدم الاداء المنتظر منه، او في جانب اخر برضو ان هو الجانب الهجومي عنده اكثر شويه من محمد حمدي، ممكن محمد حمدي الالتزام بالواجبات الدفاعيه مع القيام بالادوار الهجوميه ممكن بيبقى فيها عمليه توازن شويه، دي بتبقى حسابات مدير فني، لان احنا بنشوف يمكن حساباته دي هيتصرف فيها ازاي، اكرم توفيق لما يرجع هيتصرف ازاي، محمد هادي دلوقتي بيلعب مكان اكرم توفيق هيتصرف ايه؟ طبعا دي بتدي ده بالعكس ده هو بالنسبه له هيبقى مدير فني هيبقى حاجه جيده بالنسبه له انه يبقى عنده خيارات كتير، يعني هيبقى دي حاجه بتسعده بالتاكيد ان هو يبقى عنده اكتر من خيار في الجبهه. صحيح هو ما شافش ما لحقش بشكل كبير يشوف اللعيبه زي اكرم توفيق لان فتره الاصابه كانت طويله، لكن بالتاكيد هيدي له خيار مهم جدا، لان هو كان حتى في فتره المدير الفني السابق كارلوس كيروش
كان من العناصر الأساسية قبل ما يتعرض للإصابة. اضطر كيروش ان هو يدور على حلول بديلة كتير في الجبهة اليمنى عشان يعوض الغياب اللي كان او الفراغ اللي تركه اكرم توفيق بفترة اصابته. فبالتالي يعني هو حتى المدير الفني روي فيتوريا متنوع في الحلول اللي عنده في اختيار، بس مش بيدور رعيبة يعني، علشان كده امبارح شفنا الام الفخذ اللي تسببت في التبديل لحارس المرمى الشناوي ونزول محمد صبحي. فاحنا فكرة عدم تدوير اللاعبين وارهاقهم ده احنا شايفينه في الملعب وان كنا شايفينه مبكر. صحيح، هو يمكن بس الحاجه اللي تؤخذ عليه فعلا ان هو يعني كان مفروض ان هو يدي فرصه لمزيد من اللعيبه لتجنبهم الارهاق مش اكتر، خاصه ان الامور كان يعني كانت حسمت بشكل كبير، يعني كان باين ان حتى من مباراه القاهره ان انت مش هتواجه صعوبه كبيره ان انت تتغلب على منتخب زي ملاوي له كل الاحترام والتقدير، ولكن بالتاكيد كان فرصه ان انت تدي لعيبه اكتر، قد يكون يعني رغبه منه ان هو يثبت العناصر اللي عنده او يبقى ده الهيكل الاساسي ويبقى التحرك فيه اطار محدود، او برضو رغبه منه ان هو مثلا في لعيبه تنتظرها مباريات هامه زي لعيب النادي الاهلي مثلا، كان في عنده 4 بدلاء من النادي الاهلي على مقاعد البدلاء تنتظر مباراة هامة أمام نادي الهلال في حسم التأهل لبطولة في الدور الثمانية دوري أبطال أفريقيا. قد يكون ده في حساباته، قد يكون في تنسيق من ما بين الأجهزة الفنية فيما يخص مشاركة اللاعبين، لكن هو في النهاية حقق الهدف المطلوب بالنسبة له إن أنا حققت الفوز وبنتيجة كبيرة، اطمأنيت على عناصر المنتخب، خاصة لو بنلاحظ إن اللي سجلوا الأهداف لعيبة مش من اللي بتسجل أهداف كتير، يعني بنتكلم على طارق حامد كان بالزبط. يعني الناس كانت فجأة الحقيقة يعني هو بيجيلي التسديد لكن ما كانش عنده دقة التسديد دي فترة كبيرة يمكن. وده اللي خلينا نقول ان فيتوريا قدر اللي هو يعيد الروح مرة تانية للعيبة تحديدا ويعمل حالة من حالات التجانس ما بين اللعيبة بعضهم البعض. بس بما ان حضرتك ذكرت لعيبة النادي الاهلي فالاهلي بيستعد لمباراة اعتقد يعني مباراة مصيرية بالنسبة له، وفكرة الهلال السوداني اللي انت هتلعبه يوم السبت ان شاء الله، ازاي الاهلي بيستعد لده بعد الراحة تحديدا او فترة الراحة اللي هو خارج منها؟ بالتأكيد طبعا هي مباراة مصيرية، النادي الاهلي مطالب فيها بالفوز لحسم التأهل، الفوز هيديله خلاص بطاقة التأهل، المواجهات مباشرة تصب في هتبقى متساوية لو فاز بهدف، لكن فارق الاهداف اللي هي القاعده الثانيه في حسابات التاهل عشان بس نبسط الامور فيما يخص حسابات تاهل النادي الاهلي. ولكن في النهايه مارسيل كولر منذ مباراه الجوله اللي فاتت امام القطن الكاميروني وهو حساباته بالتاكيد بتنصب على مباراه الهلال وكيفيه تحقيق الفوز، بالتاكيد هيبقى في قدر كبير من يعني الجانب المعنوي عند اللعيبه، مصالحه الجماهير بعد الخساره امام نفس المنافس في مباراة الجولة اللي كانت في ملعب نادي الهلال، بالتأكيد في حماس كبير ان المباراة تخرج بنتيجة مرضية لجماهير النادي الاهلي، واللعيبة نفسها عايزة كمان تواصل الاداء خاصة بعد الفوز برباعية على القطن الكاميروني، كل دي امور بتحفز النادي الاهلي. بالتأكيد يعني افتقاد بعض العناصر سواء على مستوى المنتخب الأولمبي أو على مستوى المنتخب الأول ثم عودتهم يعني أكيد هيدي دفع عليه كولر إن هو يعتمد عليهم بشكل كبير، مش أول مرة يعني يبقى في فترة مشاركة دولية ثم الأهلي يبقى عنده مواجهة مهمة. يمكن كانت بعثة الهلال كانت وصلت امبارح وبرضه عندهم حالة من التفاؤل شوية إن هم يقدروا يعملوا نتيجة مطلوبة، لأن التعادل يكفي فريق الهلال صحيح التأهل للدور القادم، ولكن في ثقة كبيرة إن شاء الله عند النادي الأهلي إن هو يقدر يقدم مباراة كبيرة، وعند لعيبته وجماهيره بالتأكيد شفنا إزاي الإقبال هيبقى شكله إزاي. المباراة مهمة ومصيرية، الجمهور عايز يسند فريقه، متخيل الحضور الجماهيري ممكن يفرق إزاي؟ وبالتأكيد طبعا يعني نفاذ التذاكر في وقت قليل ده يمكن دليل كافي على ان فتحت في التذاكر قصه التذاكر يعني الموضوع حتى لسه ناس كتيره جدا ما زالت بتسال على موضوع التذاكر، وكان في يعني شغف كبير عند قطاع كبير من الجمهور ان هم يبقوا حاضرين في المباراه دي لان هم عارفين اهميه المباراه، مش بس كده كمان عندهم رغبه في يعني زياده الحماس عند اللعيبه ان هم يقدموا مباراه كبيره ويحققوا نتيجه كبيره كمان في مباراه السبت باذن الله. فبالتالي الحضور الجماهيري اكيد هيبقى له اثر كبير جدا سواء على مستوى تحفيز لعيبه النادي الاهلي او وضع ضغوط على المنافس، طبعا اللعب في استاد القاهره بالاجواء الجماهيريه دي ما بتبقاش سهله ابدا على اي منافس ياتي الى مواجهه الاهلي.
اعتقد مباراه كمان هتكون يعني بحضور الجمهور، فاحنا امام مباراه من المباريات اللي احنا افتقدناها بالزبط. لفتره طويله يعني، بس احنا واخدين عهد هنا عندنا في البرنامج اللي احنا اذا تحدثنا عن النادي الاهلي لابد ان نتحدث عن نادي الزمالك أكيد. يعني اللي عمل حاله من حالات التوازن طبعا. وفي نفس الوقت يعني الزمالك عنده مشكله وهي مشكله المدرب في الوقت الحالي، هل تم الاستقرار على اسم المدرب الجديد؟ يعني خلينا اقول حركة التطورات سريعا في ملف مدرب المدير الفني النادي الزمالك في الفتره اللي فاتت، كان في استقرار بشكل بنسبه 80 الى 90% على المدير الفني، ولكن طرحت بدائل اخرى، وكان في يعني نقدر نقول عمليه مفاضله حتى الساعات الاخيره. بالتاكيد كان تم الاعلان عن ان هو هيبقى في مؤتمر صحفي يوم الجمعه للكشف عن قصه المدير الفني. الفريق حاليا بيستعد لمواجهه المريخ، طبعا هي مواجهه خارج الحسابات، خلاص الفريق فقد فرص التاهل لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن حاليا الشغل الشاغل لمجلس الاداره هو ملف المدير الفني الجديد. طرحت اسماء جديده في الفتره او في الساعات اللي فاتت خلت الحسابات يعني تعود من جديد صحيح. او يبقى في يعني مفاضله ما بين الاسماء، لان هو الهدف الاساسي من التعاقد مع مدير فني اجنبي، وبالمناسبه هيبقى بجهاز فني اجنبي بالكامل، يمكن دي حاجه جديده شويه على نادي الزمالك ان يبقى في مساعد او اثنين اجانب مع المدير الفني الاجنبي، لكن المره دي هيبقى في جهاز فني بالكامل. الهدف الاساسي هو بناء فريق للفتره القادمه، يعني فكرة إعادة البناء دي برضو بتتطلب مدير فني بمواصفات معينة، مواصفات محددة، يبقى عنده مشروع أنه يشتغل عليه في الفترة اللي جاية، فيمكن ده اللي أخر شوية فكرة الإعلان، لكن بالتأكيد الأسماء اللي طرحت كلها في دائرة الترشيحات. يمكن سمعنا طبعا اسم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز ووادي دجلة، أيضا والتر ماتزاري مدير فني طبعا اسم كبير في عالم الكرة الإيطالية، دي من الأسماء طبعا اللي بيتم المفاضلة منها، زائد أسماء أخرى بيتم الترشيحات، لأن دايما لما يبقى في نادي كبير بحجم واسم وتاريخ نادي الزمالك في فترة بحث عن مدير فني أكيد بيبقى في ترشيحات كتير، بيبقى في يعني وكلاء مدربين بيبقى يعني عندهم استعداد. على أي حال احنا مفيش خيار امامنا سوى الانتظار للمؤتمر الصحفي يوم أكيد. الجمعه، واللي هيتم من خلاله الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وبرده بنتمنى طبعا التوفيق للعيبه النادي الاهلي في المباراه يعني الهامه لكل جمهور النادي الاهلي والنادي طبعا بالتاكيد امام الهلال السوداني. بنشكر حضرتك الاستاذ امير نبيل الناقد الرياضي، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا استاذ احمد استاذه منى، شكرا، نورتنا. شكرا مشاهدينا، كنا موجودين معاكم على مدار ساعتين النهارده من الساعه 8 للساعه 10، قابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده. كنا معاكم احمد عبد الصمد، هاله ومنى الشرقاوي، السلام عليكم ورحمه الله.